أهلا بحضراتكم مرة تانية. أخبرنا من الملاعب العربية والإفريقية وخبر خاص بمنتخب النشامة والعميد حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن. الحقيقة بنتمنى لهم كل التوفيق مع منتخب الأردن الشقيق في التصفيات في نهائيات كأس الأمم الآسيوية التي ستقام إن شاء الله في بداية العام المقبل. أعتقد الكابتن حسام حسن الحقيقة وكابتن إبراهيم حسن أدوا الفترة اللي فاتت مجهود غير طبيعي مع منتخب الأردن، وصلوا به لنهائيات كأس الأمم الآسيوية. تطوير في أداء والتكتيك وشكل المنتخب الأردني الفترة اللي فاتت، أعتقد أنه جماهير الأردنية أو جماهير منتخب النشامة راضية تماما أو كل الرضا عن كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن لما وصلوا ليه من أداء على الأقل مع منتخب الأردن. يمكن لسه ما فيش نتائج بشكل كبير، ما فيش إنجاز واضح يعني تحقيق بطولة معينة، ولكن الإنجاز هو تغيير شكل وأداء وطريقة لعب منتخب النشامة، الوصول نهائيات كأس الأمم الآسيوية. أعتقد أنه في حد ذاته يعتبر إنجاز، ولكن إن شاء الله كابتن حسام حسن يحقق إنجاز أكبر بالحصول على هذه البطولة. بنتمنى له إن شاء الله التوفيق الفترة القادمة، استعداده في ظل استعداده طبعا لنهائيات كأس الأمم الآسيوية، بيحاول يلعب مباريات مع فرق كبيرة عشان يقدر يقف على مستوى كل لاعبي منتخب النشامة الفترة القادمة. ومن هذه المباريات مباراته أمام كولومبيا التي ستقام في الأرجنتين، وأردن العميد يطير للأرجنتين اليوم لمواجهة كولومبيا. تغادر اليوم بعثة المنتخب الأردني بقيادة المدرب المصري حسام حسن إلى الأرجنتين استعدادا لمواجهة كولومبيا الجمعة المقبل في مباراة ودية تجمع بين المنتخبين في إطار استعدادات كولومبيا للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تنطلق يوم 12 يونيو المقبل. ويسعى العميد خلال الفترة المقبلة للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض كأس أمم آسيا التي ستقام في استراليا مطلع العام المقبل. الخبر اللي عندنا الحقيقة يمكن بكل فخر وكل السعادة ببارك لأشقائنا الفلسطينيين، ويمكن دي يمكن تكون كرة القدم اللي بترسم بسمة على وشوش كل العالم مش الإخوة الفلسطينيين فقط. أعتقد أن بعد الفوز على الفلبين في مباراة كأس التحدي والحصول على كأس التحدي والفوز على الفلبين 1-0 قدر لأول مرة في تاريخ الكرة الفلسطينية تصل إلى نهائيات كأس الأمم الآسيوية. بالحقيقة يمكن أنا ببارك لهم بشكل شخصي، وكل الشعب المصري سعيد جدا جدا بوصول المنتخب الفلسطيني بعد يمكن الحقيقة الفترة اللي فاتت يمكن من 4-5 سنوات. أنا فاكر كنت بقابل المنتخب الفلسطيني أو في عندنا هنا في مصر في تجمعات أو في معسكرات يمكن 3 أو 4 لاعبين أو 5 لاعبين على الأكثر موجود في المنتخب، باقي اللاعبين مش موجودين لظروف الظروف الأمنية والظروف إنه مش قادرين يخرجوا من فلسطين. ولكن الحمد لله المنتخب الفلسطيني قادر على العودة مرة أخرى، قدر إنه يفوز بكأس التحدي ويصل لكأس الأمم الآسيوية نهائيات كأس الأمم الآسيوية، وهيبقى متواجد في مجموعة الأردن واليابان والعراق، مجموعة صعبة جدا، ولكن أعتقد المنتخب الفلسطيني قادر إن شاء الله إنه يخوض هذه التصفيات بروح عالية جدا، خاصة أن الأخوة الفلسطينيين الأشقاء الفلسطينيين عندهم روح عالية جدا جدا، قدروا أن هم يصعدوا إلى نهاية كأس الأمم الآسيوية. بالتأكيد ببارك لي المدرب طبعا جمال محمود اللي قدر أنه يحصل على كأس التحدي والتأهل لكأس الأمم الآسيوية، وبالتالي دخل بالكرة الفلسطينية إلى التاريخ للمرة الأولى في الكرة الفلسطينية. ومنتخب فلسطين مرشح للتقدم 71 مركزا في تصنيف الفيفا بعد صعوده لنهائيات الأمم الآسيوية. توقعت تقارير صحفية فلسطينية أن يحقق منتخب بلادها الفلسطيني قفزة هائلة في التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية الذي يصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعدما حقق إنجازا تاريخيا بالصعود إلى بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها استراليا مطلع العام المقبل بصفته بطلا لكأس التحدي. وذكرت التقارير أن المنتخب الفلسطيني الذي فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة رفع رصيده من النقاط إلى 358 نقطة ليقفز 71 مركزا دفعة واحدة في التصنيف الذي يتوقع إصداره يونيو الجاري. وأضافت التقرير أن المنتخب الفلسطيني سيحتل المركز 94 في التصنيف القادم بدلا من المركز 165 الذي احتله في التصنيف الأخير.
هنطير إلى تونس والترجي التونسي. يمكن الترجي التونسي الحقيقة بعد الفوز بالدوري التونسي يمكن أسوأ مبارياته أو أسوأ لقاءاته ونتائجه في دوري أبطال أفريقيا، خاصة أنه خاض لقائين في دوري أبطال أفريقيا أمام وفاق ستيف الجزائري والأهلي الليبي. حضرتك عارفين أن هذه المجموعة فيها الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي الشقيق طبعا والمنافس الدائم على الدوري التونسي، وأيضا الأهلي الليبي اللي بيقوده طبعا كابتن طارق العشري، وايضا وفاق ستيف الجزائري. ولكن الترجي التونسي الحقيقه خسر اول لقائين امام وفاق ستيف الجزائري وايضا امام الاهلي الليبي. الحقيقه المباراه القادمه امام الصفاقسي التونسي مباراه هامه جدا جدا للترجي، هيقدر يعود مره اخرى للمنافسه او الدخول في هذه البطوله مره اخرى لو قدر انه يفوز، خاصه انه لسه يمكن كل الفرق عندها 3 نقاط ما عدا الترجي. لو خسر هذه المباراه او حتى تعادل اعتقد انه بشكل كبير جدا وبنسبه كبيره جدا هيخرج من هذه البطوله والمنافسه عليها. بيحاول انه يطالب الاتحاد التونسي انه يبقى فيه حضور لجماهيره بشكل كبير عشان تبقى داعمه للاعبيه في هذه المباراه. الترجي التونسي يطالب بحضور 15,000 مشجع في لقاء الصفاقسي. طلبت إدارة نادي الترجي التونسي الجهات الأمنية بالسماح ل 15,000 متفرج بحضور المباراة المرتقبة التي تجمع بين عملاقي الكرة التونسية الترجي والصفاقسي المحدد لها الأسبوع المقبل بملعب رادس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا. وذكرت صحيفة الشروق التونسية أن نادي الترجي يسعى لتحقيق الاستفادة من الجماهير الغفيرة الراغبة في حضور المباراة لمؤازرة فريق باب سويقة في هذه المباراة الفاصلة في مشوار الترجي بدوري الأبطال. ويتزايل الترجي جدول ترتيب المجموعة الثانية دون رصيد من النقاط بعد خسارته أمام وفاق ستيف الجزائري وأهلي بني غازي الليبي. هنطير إلى السودان ونادي المريخ السوداني. يمكن كلنا نتذكر طبعا نادي المريخ السوداني بسبب أنه أو كان كلام كتير جدا الفترة اللي فاتت عن المريخ السوداني، خاصة أنه تعاقد مع المدير الفني السابق كابتن حسام البدري وأيضا السد العالي كابتن عصام الحضري اللي قضوا يمكن كابتن حسام البدري تعاقد مع المريخ السوداني لمدة موسم وأعتقد كابتن عصام الحضري موسم ونصف أو موسمين. يمكن المريخ السوداني وصيف الدوري السوداني بعد الهلال في هذا الموسم، ولكن طبعا اللي بيتولى المسؤوليه الفنيه والاداره الفنيه هو توفيستر، وحضراتكم فاكرين طبعا هو كان المدير الفني نادي الزمالك السابق، وكان الحقيقه يمكن بذل مجهود غير طبيعي مع نادي الزمالك هنا وحقق بطولات لنادي الزمالك، مدربين الشهيرين جدا والمحترمين جدا في عالم كره القدم، ولكن من الواضح انه ما قدرش يحقق طموحات جماهير المريخ السوداني ولا مجلس ادارته، لانه كمان ودع بطولة سيكافا للأندية، وبالتالي اتجاه في المريخ السوداني لإقالة أوتيفيستر. تتجه أندية داخل مجلس إدارة نادي المريخ السوداني لإقالة الألماني أوتيفيستر المدير الفني للفريق من منصبه بعدما ودع الفريق الأحمر منافسات بطولة سيكافا للأندية. وذكرت تقارير صحفية سودانية أن المدير الفني لمنتخب زامبيا فرنانديز هو المدرب المرشح لخلافة أوتيفيستر في المريخ السوداني. هنطير إلى ليبيا والحقيقة خبر غير صار، يعني الحقيقة كان الله في عون الإخوة الأشقاء الليبيين، وبنتمنى إن شاء الله إن الأمور الأمنية والسياسية اللي موجودة فيها الشعب الليبي في هذه المرحلة يخرج منها الشعب الليبي إن شاء الله الفترة القادمة. ولكن خبر سيء للأسف للإخوة الليبيين، وأيضا توديع المنتخب الليبي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة أمام رواندا. وليبيا تودع تصفيات أمم أفريقيا بثلاثية أمام رواندا. ودع المنتخب الليبي التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2015 بالمغرب من الأدوار التمهيدية بعد خسارته أمام رواندا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الرواندية كيجالي، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين المنتخبين بملعب رادس في تونس قد انتهت بالتعادل السلبي، ليصعد المنتخب الرواندي إلى الدور المقبل من التصفيات بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثية نظيفة. بهذا الخبر تبقى انتهت كل أخبارنا الإفريقية والعربية. فاصل نرجع نتواصل مع حضراتكم من الملاعب العالمية، فابقوا معنا.